حلقة جديدة من كشك الصحافة نطالع فيها. المواقع المحلية، موقع عدن الغد يقول إن بلقيس القناة الأكثر مشاهدة في مناطق سيطرة الانتقالي. من العربي الجديد، سقطرى ممنوعة على اليمنيين، إجراءات إماراتية لتكريس السيطرة. بي بي سي، ما الدول العربية التي لا تزال تختزن شحنات من مادات نترات الأمونيوم؟ أهلا بكم. هل يوجد حزب أو كيان سياسي يقبل أن يحول قاعات اجتماعاته إلى معتقلات؟ نعم يوجد، فوفقا لموقع المصدر أونلاين تواصل احتجاز مدير عام المياه بعدن في مقر المجلس الانتقالي دون أي توضيحات. وقال الموقع إن تشكيلات عسكرية تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي تواصل احتجاز مدير عام مؤسسة المياه في عدن غربي المدينة بعد 24 ساعة من اختطافه. وقال مصدر محلي للمصدر أونلاين إن قوات يقودها أوسان العنشلي نقلت مدير عام مكتب المياه في عدن فتحي السقاف إلى مقر المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات في مديرية التواهي، ولا تزال تحتجز في المقر ذاته دون إجراء أي تحقيقات. وأضاف المصدر أن المجلس الانتقالي الجنوبي لم يصدر توضيحا حتى الآن بشأن دوافع اعتقال السقاف، وما إذا كانت هذه العملية تتعلق بأزمة المياه الأخيرة في مدينة عدن ومساءلة الرجل بخصوص فشل إدارته في ملف إعادة المياه إلى معظم أحياء المدينة. واختطف السقاف صباح الثلاثاء من حقل بئر أحمد بينما كان يقوم بالإشراف على عملية ضخ المياه من الحقل والذي يغطي أجزاء واسعة من مديريات شمال عدن. في تقرير خاص بموقع عدن الغد، أن أكد الموقع أن قناة بلقيس هي القناة الأولى في مناطق سيطرة الانتقالي. جاء ذلك في تقرير عن ما قال إنه فشل لقناة أسسها المجلس الانتقالي، وعنون الموقع لماذا فشلت قناة الانتقالي في اكتساب ثقة مشاهديها. وقال موقع عدن الغد إنه بعد عام ونصف من انطلاق قناة الانتقالي يحرص قطاع واسع من مؤيدي المجلس الانتقالي على استقاء الأخبار المحلية من قناة بلقيس والمهرية ويمن شباب وغيرها من القنوات. وعصف بقناة الانتقالي عند بدء تشغيلها فضيحة اختلاس مالية أودت بالشخص الذي أسندت إليه مهام التشغيل الأولى، ووجه نشطاء الانتقال انتقادات حادة للقناة مؤخرا، وقالوا إنها فشلت في نقل أي أنشطة سياسية أو ثقافية أو تقديم أي برامج هادفة. ويمكن للمتابع للقناة أن يلاحظ أن 60% من بث القناة يخصص لبث أغاني ثورية ومشاهد استهلكها الإعلام الحركي طوال سنوات مضت. ورغم أننا في العام 2020 إلا أن القناة لا تزال حتى اليوم تبث مشاهد تظاهرات في العام 2009 و2012 وتطغى الجوانب الدعائية الثورية على خارطتها البرامجية. وأكد موقع عدن الغد أن الإمارات العربية تمول القناة بشكل كامل، وقال قائمون على القناة إن هذا التمويل يكفي لإخراج قناة تلفزيونية محترفة. الحوثيون بجريمتهم وتهجيرهم لمواطنين يمنيين يعقدون المهمة كثيرا على كل من يقول إنهم جزء من الشعب اليمني، وأنه لا بد من إيجاد صيغة للتعايش السلمي بينهم وبين المكونات اليمنية الأخرى. هذا جزء من مقال كتبه أرنست خوري في العربي الجديد. ربطت الجماعة الحوثية الإفراج عن البهائيين الستة بصفقة تولى تنسيقها مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة مارتن جريفيث لشرعنة تهجير أتباع هذه الطائفة من اليمن، وهو ما وافق عليه المواطنون الستة الذين غادروا صنعاء إلى أوروبا حيث سيقيمون لاجئين إنسانيين. وما تهجير الحوثيين كل من لا يستطيع عقله استيعاب وجودهم جديد عليهم، ذلك أنه سبق لهم أن هجروا من تبقى من يهود اليمن إلى إسرائيل تنفيذا لشعارهم المستعار من عنصرية القرون الوسطى الأوروبية ومن أدبيات النازيين معا، اللعنة على اليهود. قصة تهجير البهائيين تبدو نسخة مسروقة من كتابين، كتاب تعامل النازية مع يهود البلدان الأوروبية التي احتلها هتلر، وكتاب آخر إيراني تتوالد فصوله هناك
قائم على اضطهاد رسمي ممنهج لأتباع هذه الديانة والسطو على ممتلكاتهم وسجنهم وقتلهم وملاحقتهم، لا لشيء إلا لأنهم بهائيون تنفيذا لمفهوم الردة. وحكم الردة هو نفسه الذي غلف حكم الحوثيين بحق المواطنين اليمنيين الستة قبل أن تضاف إليه التهمة القاضية التجسس. كان بإمكان الحوثيين تنفيذ أحكام الإعدام بحق البهائيين الستة، لكنهم فضلوا مثل ما فعلوا عندما هجروا 19 يمنيا يهوديا إلى إسرائيل عام 2016 التخلص منهم مع تحويل المأساة سياسيا إلى سبب يبرر تهنئتهم من بعض، على عكس ما فعله تنظيم الدولة الإسلامية داعش طيلة حكمه أراضي خلافته بعقيدة عدمية مطلقة لا تبتغي من القتل الجماعي إلا القتل. وفي ذلك تقمص الحوثيون انفصام شخصية أحد أشرس رموز حلقة هتلر هاينريخ هيملر. ظل هيملر يفاوض حكومات أوروبية عارضا تهجير اليهود والتوقف عن قتلهم في مقابل الاعتراف به زعيما بدل هتلر لترتيب وقف الحرب وإبرام اتفاق سلام ما. أغلب الظن أن الحوثيين وهم يهجرون الأقليات من اليمن لم يكونوا يعرفون قصة هيملر وتناوبه على قتل الملايين من غير المرغوب فيهم، ومن ثم تصوير تهجيرهم وهم هياكل عظمية عملا إنسانية. سؤال مهم يطرحه موقع المشاهد نت ويحاول الإجابة عنه، وعنوان: كيف يقضي الطلاب أوقاتهم في ظل إغلاق المدارس والجامعات؟ منذ تطبيق قرار إغلاق الجامعات عاشت مروى المعمري وضعا صعبا مع الفراغ الكبير الذي تعيشه منذ ذلك الحين، لكنها تقول إنها تغلبت على ذلك والتحقت بالدراسة عن بعد بواسطة الإنترنت واستطاعت أن تتعلم اللغة التركية. وتقول للمشاهد: استمتعت وتعلمت رغم صعوبات التعليم عن بعد، خصوصا وأنها كانت لغة جديدة، واستمرت في مواصلة التعليم عن بعد ولم تعد تخرج من المنزل إلا للضرورة، وقطعت زياراتها لصديقاتها، لكنه كان أمرا محزنا جدا. ولا تزال مروة في السنة الأولى من الجامعة بمدينة تعز تخصص ترجمة، وهي تشعر بالراحة إزاء جامعتها وتخصصها الذي أحببته كما تقول، رغم أننا كنا نتضايق أو نتذمر بعض الشيء من التكاليف والمشاريع وغيرها من النشاطات الأخرى. فتاة أخرى تقول للمشاهد: استعدادي لامتحان القبول تأثر بشكل كبير، حماسي وشغفي بالمذاكرة تراجع أيضا، وأصبحت قادرة على تحمل عبء عدم المذاكرة، وبسبب إغلاق المدارس بات هناك آلاف الطلاب ليس لديهم ما يشغلون به أوقاتهم سوى اللعب أو تصفح الإنترنت أو التسكع. تشير مصادر صحيفة العرب الجديد إلى تقليص تواجد الانتقالي في جزيرة سقطرى على ضوء طلب إماراتي لهم بالعودة إلى عدن، وعنونت الصحيفة تقريرا لها: سقطرى ممنوعة على اليمنيين، إجراءات إماراتية لتكريس السيطرة. قالت الصحيفة: توجه أبو ظبي ينصب إلى حد كبير على تغيير هوية الجزيرة والحد من تواجد اليمنيين فيها ورفع العلم الإماراتي قبل أي حديث أو نقاش وضغوط فيما يخص الجزيرة. وأشارت معلومات إلى أن الإماراتيين أرسلوا لجانا عدة من أبو ظبي وكلفوها تقديم تصورات حول تعزيز نفوذهم على الجزيرة وتقليص وجود الدولة اليمنية حتى تصل إلى مستوى الصفر. ويفسر كثير من المراقبين أن التحركات الإماراتية المتسارعة في جزيرة سقطرى لا تبتعد كثيرا عن مساعي السعودية المشابهة في المهرة للإسراع في تكرار النموذج الإماراتي، لذلك قد يكون من الصعوبة لليمنيين البقاء والعيش في المهرة. وذكرت مصادر ملاحية في مطاري عدن وسيئون وكذلك موانئ حضرموت وعدن والمهرة للعرب الجديد أن الإمارات شددت الإجراءات على اليمنيين في السفر إلى جزيرة سقطرى، ومنعت رحلة من مطار عدن وأخرى من سيئون تحمل يمنيين كان مقررا أن تتجه إلى جزيرة سقطرى، البعض منهم سياحة وآخرون للأعمال التجارية. كما شددت على منع السفن في موانئ عدن والمكلا والغيضة من نقل اليمنيين إلى الجزيرة وفي مقدمتهم أبناء الجنوب، وبدأت تضع قيودا عديدة على اليمنيين. قبضة الرياض الخانقة. تحت هذا العنوان كتب مصطفى راجح مقاله المنشور في موقع بلقيس، وجاء في مقتطفات من المقال: لم يحارب التحالف أحدا بقدر ما شن حربه ضد اليمن بأدوات متعددة ومتناقضة ومن مواقع مختلفة، مباشرة أحيانا وضمنيا في أخرى،
وبعد 5 سنوات كان الحصاد وصاية سعودية إماراتية متغولة وطامعة في تقاسم جنوب اليمن، وتناسلاً في الانقلابات والاحترابات وقوى الأمر الواقع وكنتوناتها، وإضعافاً وتمزيقاً لليمن ككيان وطني وشرعية ودولة ووحدة واستقلال وسيادة وطنية. من يبحث عن مخرج طوارئ من الدائرة المغلقة سيجد لزاماً عليه أن يفكر في طريقة للإفلات من التحالف السعودي الإماراتي وتقليص دوره، تمهيداً لإبعاده مسافة كافية تسمح لليمنيين باستعادة المبادرة داخل بلدهم، سلماً يقررونه هم أو حرباً يديرونها هم. قرار الحرب والسلام لم يعد بيد اليمنيين، التحالف يتحكم بالحرب كلياً من مواقع متناقضة، وبجانبه التأثير الإيراني. احتكار التحالف لزمام المبادرة في اليمن يجعل من الحرب والسلام وجهين لنفس الاستنزاف الممنهج لليمن. على يدي التحالف يتساوى معنى الحرب والسلام. الحرب اليوم هي حالة من الاستنزاف والإحلال التدريجي لقوى الخارطة الممزقة بقوى الأمر الواقع. تثبت الحرب ميزان القوى الذي تشكل في صنعاء وخلقت ميزان قوى آخر في نفس الاتجاه في عدن والجنوب، الانتقالي ضداً على الوحدة وفي خدمة الوصاية الخارجية التي يعمل أداة لها في تطور يتجاوز ميزان القوى الداخلي على دلالاته السيئة، إلى إحلال السعودية والإمارات في موضع من يريد أن يمسك بيده تقرير المصير لليمن كلها، تقاسم الجنوب والجزر والسواحل وتحييد الكثافة السكانية في الشمال وعزلها بعيداً عن الساحة الجيوسياسية الأكثر أهمية لمصالح دولتي التحالف. ولا يفرق الأمر هنا بالنسبة للتحالف من يسيطر عليها ويعفيه من مواجهة مخاطرها على مشروعه، فهذه الكتلة السكانية اليوم مهيمن عليها من قبل سلطة اجتياح داخلي مفهومها للسلطة الولاية الإلهية، نقيض لمفهوم الشعب والوطن والدولة الحديثة ابتداء، وبمعزل عن أي تفاصيل تتعلق بكونها في أحد معانيها سلطة حرب على المجتمع. وهذا جعل الكثافة السكانية المقموعة داخلياً معاقة عن التأثير في مخطط التحالف السعودي الإماراتي، ونتج عن ذلك افتقارها لأطر وطنية تقبل بها. في جولتنا بين الصحافة الفرنسية نطالع من موقع لامينوت الأخباري الفرنسي، والذي تابع في تقرير ما يحدث لمدينة صنعاء القديمة، وعنوان: أمطار غزيرة تتسبب في انهيار منازل في صنعاء القديمة المدرجة في قائمة اليونسكو. وقال الموقع: انهارت منازل في مدينة صنعاء القديمة تحت الأمطار الغزيرة والعواصف التي تعصف ببلد دمرته بالفعل الحرب ونقص الغذاء والمرض. وتعرضت البيوت المبنية بالآجر والجص والمميزة باللونين البني والأبيض في أحياء صنعاء التاريخية والتي يعود تاريخها إلى ما قبل القرن 11 للتهديد منذ فترة طويلة جراء الصراع والإهمال. انهار منزل محمد علي الطلحي جزئيا يوم الجمعة مع هطول أمطار غزيرة على صنعاء، مما أدى إلى تشريد 6 نساء وأطفال من عائلته. قال الطلحي محاطا بالحطام القديم والوحل: كلما نملكه مدفون، طالبا المساعدة في العثور على مأوى. قال عقيل صالح نصار نائب مدير هيئة المحافظة على المدن التاريخية: إن المواطنين اليوم لا يقومون بصيانة هذه المباني القديمة كما فعلوا في الماضي، مما أدى إلى تشققات وضعف. وقال إن نحو 5000 مبنى من المباني الشاهقة في البلدة القديمة بها تسريب من الأسقف، و107 منها انهارت جزئياً. عادل الصنعاني من سكان صنعاء قال إنه رأى 5 منازل تضررت بشدة مطلع الأسبوع، وأضاف: العائلات ليس لديها مأوى، وقد أطلق أحد البنوك المحلية حملة لتوزيع أغطية بلاستيكية لتكون بمثابة أسقف. يتحدث موقع شبكة البي بي سي البريطاني عن اليمن باعتبارها من الدول التي ما تزال تحتفظ بالمادة التي فجرت مرفأ بيروت، ويعنون الموقع: ما الدول العربية التي لا تزال تختزن شحنات من مادة نترات الأمونيوم؟ حيث لا تزال هناك بلدان حول العالم لديها مستودعات لتخزين شحنات من تلك المادة، بينها بلدان عربيان أحدهما اليمن. فقد أمر المدعي العام في اليمن بفتح تحقيق على إثر تقارير إعلامية أفادت بوجود ما يزيد على 100 حاوية من نترات الأمونيوم في ميناء عدن. ويقال إن المادة الكيماوية
مستوردة قبل 3 سنوات وصادرتها القوات بقيادة السعودية التي تدعم الحكومة المعترف بها من قبل الأمم المتحدة. وقال الموقع إن شركة موانئ خليج عدن اليمنية التابعة للحكومة قالت إن الحاويات تستخدم بالفعل لتخزين مادة اليوريا العضوية المستخدمة كسماد زراعي، وأضافت أنها مواد ليست متفجرة ولا مشعة وليس من المحظور إدارتها أو تخزينها. الدولة العربية الأخرى التي لا تزال تخزن نترات الأمونيوم هي العراق، حيث أمرت الحكومة العراقية بإجراء مراجعة فورية للمواد الخطرة ورصدت تخزين نترات الأمونيوم في مطار بغداد الدولي. أمل في لحظة جديدة للأمم المتحدة. تحت هذا العنوان كتب مسؤول برنامج الأمم المتحدة الإنمائي كمال درويش مقاله المعاد نشره في صحيفة الغد، وجاء فيه: تأسست الأمم المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية، بعد أن هزمت قوات الحلفاء نظاماً تحركه أيديولوجية الشر التي ألهمت بل ودعت أنها تبرر فظائع لا توصف على نطاق شامل. كان إنشاء الأمم المتحدة لحظة فاصلة، حيث افتتح حقبة جديدة من التعاون والتعددية التي تهدف إلى منع تكرار مثل هذه الكارثة. ولكن حتى قبل ولادة الأمم المتحدة ظهر خط الصدع العميق الآخر الذي سيحدد مسار القرن العشرين. بدد اندلاع الحرب الباردة التي قسمت العالم بين الغرب بقيادة الولايات المتحدة والشرق بقيادة الاتحاد السوفيتي الأمل الكبيرة التي كانت عالقة في لحظة الأمم المتحدة عام 1945. اليوم يشهد العالم نوعاً مختلفاً من الكارثة بلا نهاية تلوح في الأفق. الأمر الأكثر إثارة للقلق من كوفيد-19 وتنبؤات علماء الأوبئة بأن جائحة أسوأ قد تصيبنا في المستقبل. وحتى إذا استثنينا من هذا السيناريو، يحذر علماء المناخ من أن الاحتباس الحراري سوف يلحق أضراراً جسيمة بالحضارة البشرية ما لم نتمكن من تحقيق صاف انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بحلول العام 2050، وهو هدف يتطلب اتخاذ إجراءات صارمة على مدى العقد المقبل. علاوة على ذلك، هناك حاجة ماسة إلى التنظيم العالمي للتقنيات الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي وتحرير الجينات البشرية. تحمل هذه الابتكارات وعداً كبيراً بتحسين رفاهية الإنسان، ولكنها قد تشكل خطراً أكبر في حالة إساءة استخدامها. والسؤال إذن هو ما إذا ستكون هذه الذكرى السنوية 75 بمثابة لحظة أخرى للأمم المتحدة ومناسبة للعالم للالتقاء خلف تعددية متجددة استجابة للوباء، في حين أن الأزمة الحالية مختلفة تماماً عن الحرب العالمية. يمكن أن يصبح الوباء حافزاً لتدويل أقوى بكثير تحت رعاية الأمم المتحدة على الأقل من حيث المبدأ. قد يؤدي ازدياد حرارة الشمس تدريجياً إلى جعل الأرض غير صالحة للحياة، وكشف العالم الشهير نيل ديغراس تايسون عن بعض الخطوات التي قد يحتاجها البشر في المستقبل للبقاء على قيد الحياة، وعنون موقع الآرتي: حان الوقت لمغادرة الأرض، تحذير عالم أمريكي من نهاية العالم مع ارتفاع حرارة الشمس. وقال عالم الفيزياء الفلكي الأمريكي تشاك نايس: إذا كانت الأرض جاهزة لتبخرها الشمس، فنحن بحاجة إلى بعض القدرة للمغادرة. ستنمو الشمس في الحجم وستصبح درجة الحرارة أو حرارة السطح أكثر سخونة، ثم يحين الوقت لنقل الناس. وأضاف موضحا: تلتقط أمتعتك وتنتقل إلى المريخ، الكوكب التالي الأبعد عن الشمس، ولكن الشمس ستبدأ أيضا في جعل المريخ ساخنا، لذلك تريد التحرك بعيدا مرة أخرى، وعندها ستموت الشمس في النهاية ولن تكون بعد الآن مصدرا للطاقة لأي منا. يضيف: من الضروري معرفة المزيد عن الكون الأعمق أيضا، نريد أن نكون قادرين على استكشاف النجوم ونظام شمسي آخر للانتقال إليه، وهذا سيحدث في غضون 5 مليارات سنة، لذلك لا داعي للقلق بشأنه، وأمامنا طريق طويل لنقطعه. وفي تحذير غريب اعترف بأنه يعتقد أنه من المرجح أن ينقرض البشر قبل أن تلعب الطبيعة دورا. قبل أيام تسرب 1000 طن بنزين من سفينة راسية في سواحل دولة جمهورية موريشيوس، جزر صغيرة بوسط المحيط الهندي، وقد تلوث الساحل بشكل كامل وتم إعلان حالة الطوارئ في البلاد. وأظهرت صور جوية أميالا من الشواطئ مغطاة بحمأة سوداء كثيفة،
ويخشى اليمنيون أن يتكرر الحال في سواحلهم، حيث أن سفينة صافر تحتوي أكثر من 1,000,000 برميل. نتابع صور السفينة التي تدمرت في سواحل جمهورية موريشيوس وقد نشرتها الغارديان البريطانية. ما يقوله الكتاب بمئات الكلمات يختصره فنانو الكاريكاتير في رسوماتهم التي تعبر عن وجهات نظر مختلفة، مجموعة من الرسومات المنشورة في المواقع والصحف. وبهذه المجموعة من الصور ورسوم الكاريكاتير نصل إلى ختام حلقة هذا اليوم، شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.